أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام، وحلقة جديدة من برنامج المرور المجتمع وقناة الأنبار الفضائية. أتمنى أن تتواصلوا معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، نحن حاليا في منطقة الكيلو 35، الطريق الرابط بين مدينة رمادي ومدينة هيت. الطريق بسبب الحمولات الزائدة من بعض سائقي مركبات الحمل الكبيرة تعرض إلى تموجات وأضرار كبيرة. هذه التموجات تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية. طريق رمادي هيت مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين يسميه البعض طريق الموت، كون هذا الطريق ممر واحد، يعني ما مفصول بجزرة وسطية، مو ممرين ذهاب وإياب، يختلف عن طريق رمادي فلوجة. هذا الطريق ساخن المركبات يستخدمون، يعني ما نقول الكل، أغلب ساخن المركبات يستخدمون سرعة على هذا الطريق. السرعة ووجود هذه التموجات أو هذه الأخاديد أو هذه الأضرار في هذا الطريق تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية يذهب ضحيته الكثير من الأبرياء. باشرت مديرية الطرق والجسور مشكورة بالتنسيق مع مديرية مرور محافظة الأنبار بقشط ومعالجة هذه الأخاديد أو هذه التموجات وهذه الأضرار. إمكانيات مثل ما تعرفون لا تزال محدودة لدى مديرية الطرق والجسور. نتأمل من هذه المديرية بعد قشط هذا الطريق أنه يتم إكساء بمادة التبليط ومعالجة، تكون معالجة جذرية ومعالجة وفق المواصفات التي يستحقها هذا الطريق. رسالة أوجهها عبر برنامج المرور مجتمع قناة الأنبار الفضائية إلى وزارة الإعمار والإسكان. هذه رسالة نطالب فيها تفعيل محطات الأوزان المحورية. هذه المحطات فائدتها إجبار سائقي المركبات الكبيرة أنه يلتزمون بالحمولات المقررة قانونا وفق القانون. يعني أي مركبة تحمل مواد إنشائية أو مواد بناء أو أي حمولات أخرى ثقيلة سوف لا تستطيع العبور من هذه المحطات إلا بعد تخفيف الوزن أو الالتزام بالأوزان وفق القانون. يعني أي مركبة ما تستطيع أنه تحمل مادة أكبر من أو أثقل من المقرر قانونا. هذه الحمولات تؤدي إلى دمار شبكة الطرق. شبكة الطرق ليست الطرق فقط الخارجية وإنما أيضا الطرق الداخلية، وهذه سوف تكون معاناة كبيرة. يعني مثل ما تعرفون محافظة الأنبار خرجت من أزمة خانقة، أزمة داعش. ساقي المركبات للأسف بعضهم الحمولات الكبيرة، ساقي المركبات الحمولات الكبيرة ما يشعرون بالمسؤولية، يتصور أنه فقط أنه يلتزم مع التاجر أو مع صاحب العمل أنه ينقل له البضاعة مالته ويستفاد ماديا، ولكن ماذا ينتج عن هذه الحمولة؟ ينتج دمار لهذه الشبكة، شبكة الطرق، وبالتالي من الذي سوف يقوم بهذه المعالجة؟ يعني المواطن يبدي هو صاحب الضرر أو هو الذي يقوم بالضرر لهذه الشبكة ويطالب الدوائر المعنية بالمعالجة. زي أنت ليش ما تكون قدر المسؤولية وأنت أول من يبدأ؟ مثل ما يقول بالعامية الوقاية خير من العلاج. انت ليش ما تتوقع انه الضرر لهذه الشبكة وتكون قدر المسؤولية وتكون حريص على بلدك مثل ما انت حريص على خلينا نقول مركبتك او بيتك؟ يفترض انه تكون حريص على شبكة الطرق وعمود الانارة
دائرة الماء ودائرة الكهرباء، هذه كلها يعني هي هذا الطريق مو تابع الشخص واحد وإنما، ولا تابع لمحافظة الأنبار فقط وإنما هذا وطن، هذا الطريق هو طريق العراق كله تابع للعراق وليس لمحافظة الأنبار فقط. فهذه أولويات يجب أن كل مواطن يشعر بالمسؤولية ويكون حريص على بلده ويحافظ على الممتلكات العامة مثل ما يحافظ على ممتلكاته الخاصة. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصلوا معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع المهندس عدنان من مديرية الطرق والدسور، المشرف على أعمال صيانة وإكساء طريق الرابط بين مدينة رمادي ومدينة هيت. أهلا وسهلا بك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. باشرت كوادر مديرية طرق والدسور الأنبار بأعمال قشط التموجات والأخاديد من على طريق عام رمادي هيت. السبب اللي يحصل به هذه الأضرار بسبب الحمولات العالية اللي خارج عن سيطرة الدوائر المعنية، وكذلك يخلو الطريق من محطات الوزن التي أنشئت وبسبب الأعمال الإرهابية قد تم تدمير أغلبها، وبالتالي فإن الحمولات الزائدة غير مسيطر عليها هي التي تؤدي إلى حدوث أضرار متمثلة بالسواقي والأخاديد والتموجات. وبالتالي فإن مديرتنا المتمثلة بقواطع صيانة مديرية طرق والدسور الأنبار باشرت يوم 19/9 بأعمال هذه الأعمال القشط للطريق، وبالتالي نحن نطلب من الجهات المعنية تفعيل المحطات الوزن للحفاظ على شبكة الطرق التي تمثل الشريان الرئيسي، وكذلك أنه الطريق هذا بالذات يعتبر الطريق الرابط بين العراق والأردن وسوريا وكذلك الحدود السعودية، لأنه الخط السريع لا زال في طور الصيانة بسبب التهديم وأكثر الجسور والقناطر، وبالتالي فيعتبر الشريان الرئيسي لمحافظة الأنبار ولعموم العراق هو طريق رمادي هيت حديث القائم. ومن الله التوفيق، نشكر مديرية مرور الأنبار على تعاونها وتوفير المفارز لقطع الطريق ولتسهيل وتنظيم حركة المرور. أستاذ، العمل فقط إكساء يعني قشط وإنما تبليط يعني مرحلة ثانية؟ المرحلة الأولى أعمال قشط فقط، وعند توفر التخصيصات ومفاتحة الجهات المعنية المثلة بالهيئة العامة للطرق والجسور ومحافظة الأنبار، نسعى إلى جميع الأعمال التي تم قشطها في هذه المرحلة سوف نقوم بإكسائها بطبقة سطحية، وبالتالي فالطريق هو أكثر بالأضرار بسبب الحمولات العالية كما أسلفنا. أستاذ العفو، بعض الآراء المواطنين يعني وصح الحمولات الزائدة احنا ذكرناها سبب رئيسي بهذه التموجات، لكن المواد الموجودة بالتبليط يعني المواد الأولية هل لها علاقة بهذه التموجات؟ والله لا يخلو كل عمل من وجود نواقص، ولكن احنا نعز السبب الرئيسي إلى الحمولات العالية لا غير، لأنه الحمولات المقررة قد تجاوز 110 طن ودرجة الحرارة 50 فما فوق، وحركة المركبات تكون بطيئة بسبب الحمولات العالية، وكذلك وجود سيطرات اللي تمثل بسيطرة السونار على مدخل مدينة الرمادي أو سيطرة 35 أو السيطرات التي تنشأ وقتية وتذهب، وبالتالي الطريق يعني ما ماكو السبب الرئيسي سوى الحمولات العالية، إذا تم السيطرة عليها يحل جزء من كبير من المشكلة. أستاذ، هذا الطريق من الرمادي مثل ما ذكرت حضرتك للغربية. نعم. الكثير من المواطنين يطلقون عليه تسمية طريق الموت بسبب الحوادث، كثرة الحوادث المرورية عليه. ما توجد يعني إمكانية أنه يكون الطريق يعني شبيه طريق رمادي فلوجة، يعني ممرين مفصول بجزرة وسطية للقضاء على حالات الاجتياز، يعني الحوادث اللي على هذا الطريق أكثرها اجتياز خاطئ ينتج عنها
اصطدام وبالتالي وفاة وإصابات خطرة. اكو امكانية يعني نقول عن قريب او بالمستقبل القريب انه يتم انه يكون هذا الطريق ممرين؟ نعم، الهيئة العامة للطرق والجسور والمتمثلة بمديرية الطرق والجسور الأنبار جادة على إنشاء الممر الثاني اللي الآن تلاحظه أنجز به من حوالي 6 كيلوات، يبتدئ من منطقة 5 كيلو إلى قضاء هيت على شكل مرحلتين. المرحلة الأولى أحيلت أعمالها إلى شركة حمورابي وباشرت بالفعل وأنجزت أعمال تبليط، وهذا الجزء الصغير يساهم في حل مشكلة معينة، لكن بسبب الأعمال الإرهابية وبسبب ما مرت به المحافظة وقطرنا العزيز فقد توقف العمل به لعدم توفر التخصيصات. والآن لو تلاحظ قوم بالتصوير تلاحظ أجزاء كاملة من الطريق متمثلة بالقناطر والأعمال الترابية، طبقات الأعمال الترابية وفرش الحصى الخابط. المقطع الثاني أستاذ يعني قصدك هذا راح يكون الأخ المصور أستاذ أحمد، يعني هذا الكونكريت قصدك؟ هذا هاي اعمال قناطر منجزه للمقطع الاول من منطقه 5 كيلو الى منطقه 35. الان تلاحظ ذا الاخ المصور هذا الكونكريت يعني اي نعم الممر الثاني نعم. الى اي نعم يمين الطريق العام نعم. وبالتالي انجزت اعمال القناطر واعمال الترابيه واعمال حصى الخابط، وتم تبليط جزء من الطريق طبقتين اساس قيلي زائد الطبقه الرابطه، لكن العمل توقف كما أشرنا إلى بسبب قلة التخصيصات وتعرض المواقع الشركة للأعمال التخريبية. المقطع الثاني يبدي من منطقة 35 إلى باتجاه هيت كمرحلة ثانية بطول 26 كيلو، بالتالي راح نحل المشكلة اللي كثافة المرورية اللي تكون أكبر من قضاء هيت إلى مدينة الرمادي. وأيضا في تقاطع 35 أيضا أحيل أعمال التقاطع إلى شركة المعتصم للمقاولات، وأيضا باشرت به مباشرة بسيطة ولكن توقف العمل بسبب ما تشهده المحافظة من أعمال تخريبية وإرهابية وسوء الأمن. أستاذ بخصوص العلامات المرورية، هل توجد إمكانية أيضا لنصب العلامات المرورية في شبكة الطرق الخارجية؟ يعني هو دوركم أو مسؤوليتكم عن الطرق الخارجية وداخل المدن هي البلدية. نعم. هل توجد إمكانية يعني عن المستقبل القريب أنه يتم نصب أو تأثيث الشوارع بالعلامات المرورية؟ نعم نعم نعم، تتوفر عندنا الإمكانية إن شاء الله، وفي الأيام القليلة القادمة ستباشر مديرية الطرق والسور الأنبار بأعمال تأثيث ووضع العلامات المرورية اللي تقلل من إن شاء الله من الحوادث المرورية المؤسفة اللي يتعرض لها المواطنين. أستاذ يعني هل تم تحديد الأماكن؟ جواب عادي ذاتي. لا لا. أستاذ هل تم تحديد الأماكن التي يتم نصب فيها العلامات المرورية أم تطلبون لجنة من مديرية المرور لكي يتم التنسيق سوية حول الأماكن المهمة اللي تحتاج هذه العلامات؟ نعم. الحقيقة احنا باشرنا بأعمال تأثيث طريق رمادي هيت حديث القائم قبل الأحداث اللي مرت بها المحافظة بأشهر قليلة، لكنه بسبب هذه الأعمال تلاحظ أن جميع العلامات المرورية التحذيرية والإرشادية والكيلومترية قد تعرضت إلى أعمال يعني السرقة أو أعمال الأعمال العسكرية الأضرار. وبالتالي عدنا الآن عدنا كشوفات إلى المحافظة والهيئة العامة للطرق والجسور بالتنسيق مع مديرية مرور الأنبار يفاتحونه في كل مرة على تأثيث الطرق، وعدنا إن شاء الله أيضا كشوفات عديناها أرسلناها للمحافظة لتخصيص المبالغ المطلوبة لهذه العلامات. أستاذ ومن ضمنها يعني كشف رفعته المحافظة أكو يعني خصوص هذا الطريق؟ نعم نعم، خصوص هذا الطريق طريق رمادي يعني التوسعة ممرين، وأيضا طريق رمادي فلوجة اللي كمل، لكن التوقف العمل بالأعمال المرورية وأعمال العلامات المرورية والتخطيط إلى إنجاز أعمال الطبقة السطحية النهائية. وإحنا جادين إن شاء الله، والكشوفات أرسلناها للمحافظة فقط تخصيص المبالغ. يعني نقدر نبشر مواطن يعني خلال شقد يعني؟ نعم نعم، خلال هذا الشهر إن شاء الله إذا وفرت المحافظة التخصيصات إحنا إن شاء الله نباشر بأعمال تثبيت العلامات الإرشادية والكيلومترية
هو التحذيرية، لكنه احنا نعاني من الثقافة المرورية للمجتمع الأنباري ولسائقي المركبات. يعني دائما نعاني من هاي المشكلة، انه هذه العلامات لا تحترم، وبالتالي ايضا نفس السائق تتعرض للسرقة احيانا. سرقة نعم، او صدمها بالمركبة، وبالتالي ماكو حساب عليه او رقيب. وبالتالي وكذلك نلاحظ انه السائق نفسه غير مؤهل انه يعرف انه هذه العلامة امامك خطر، امامك منحنى، حفريات، اعمال صيانة، جسور، قناطر. فهنا نحتاج عاد انه المجتمع يقوم بواجبه ودورات وتثقيف وتوعية للمواطن، ومن الله التوفيق. شكرا استاذ. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. اعزائي المشاهدين الكرام، نشكر الاستاذ عدنان على هذا الإيجاز وهذا التوضيح. كلنا أمل في مديرية الطرق والجسور وكذلك محافظة الأنبار ومجلس المحافظ الموقر للنظر في حل هذه المشكلة، مشكلة طريق رمادي غربية في التوسعة مثل ما ذكر الأستاذ عدنان. هذه التوسعة سوف تقلل بنسبة كبيرة الحوادث المرورية على هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي المهم. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصلوا يعني. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع الأستاذ مهدي مدير دائرة الطرق والجسور لمحافظة الأنبار. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. بخصوص أعمال الصيانة للطريق الرابط بين مدينة الرمادي ومدينة هيد، نحب أنه توضح للسادة المشاهدين الكرام عن جهودكم وأعمال هذه المديرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق من الرمادي إلى هيد، الطريق القديم، هذا الطريق فيه تموجات كثيرة نتيجة للحمولات المرورية العالية التي تمر على هذا الطريق. شرعت مديرية طرق وجسور الأنبار بقشط هذه التموجات، وقد باشرنا بالعمل في الأسبوع الماضي، ومن المؤمل أن ينجز العمل نهاية هذا الأسبوع، حيث قمنا بقشط كافة التموجات، وبذلك أصبح الطريق حاليا سالك ولا توجد فيه صعوبة للمركبات التي تمر على هذا الطريق. أستاذ، بخصوص محطات الأوزان المحورية، هل توجد النية بإعادة تأهيل هذه المحطات لدورها المهم يعني؟ طبعا وزارة الإعمار والإسكان قامت بإنشاء 8 محطات وزن في عموم محافظة الأنبار. هذه المحطات تعرضت 6 منها إلى التدمير الكامل من قبل عناصر داعش الإرهابية، وحاليا تقوم وزارة الإعمار والإسكان بإعداد الكشوفات لتأهيل هذه المحطات ثانية بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة لها. أستاذ، طريق رمادي هيت يعني لحد الآن، يعني قبل أحداث داعش كانت النية أنه يكون ممرين ذهاب وإياب، هل توجد إمكانية أنه يتم مباشرة هذا العمل يعني على المستقبل القريب؟ طبعا طريق رمادي هيت هذا الطريق اللي طوله 56 كيلومتر من منطقة 7 كيلو إلى تقاطع هيت كبيسة
أحيل العمل به على شركة حامورابي المقاولات على مقطعين، المقطع الأول 20 كيلومتر وقد بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 40%، وقد توقف العمل في هذا المشروع نتيجة الأحداث الأمنية التي مرت بها المحافظة في نهاية عام 2013. أما المقطع الثاني وهو بطول 36 كيلومتر منطقة كيلو 35 إلى هيث، كذلك باشرت الشركة، وكانت في بداية المباشرة والأحداث التي مرت بها المحافظة أدت إلى توقف العمل. حاليا نقوم بإعداد جداول كميات للأعمال المتبقية، ونحاول بإذن الله تعالى بجهود المحافظة وجهودنا مع وزارة الإعمار والسكان لإعادة العمل في هذا المشروع الحيوي بعد توفر التخصيصات المالية من وزارة المالية إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ، بخصوص العلامات المرورية بشبكة الطرق الخارجية، أيضا مثل شأن الطرق يعني مهمة، ودورها المهم في تقليل الحوادث المرورية أو منع الحوادث المرورية، هل توجد نية بتأثير الشوارع المرورية بالعلامات؟ طبعا لدينا مشروع أحيل على شركة البرقاء من قبل وزارة الإعمار والإسكان لتأثيث الطريق من بغداد إلى القائم، هذا العمل أحيل على الشركة بمبلغ مليار و300 مليون، وقد باشرت الشركة به وجهزت قسم من العلامات وبلغت نسبة الإنجاز بحدود 25%، وتوقف العمل في نهاية عام 2013. من المؤمل أن يعاد العمل به لغرض استكمال ما تبقى من العلامات التي تم الاتفاق عليها بعد توفر التخصيصات المالية. يوجد مشروع آخر لتجهيز علامات مرورية، كذلك أخذت محافظة الأنبار على عاتقها هذا المشروع من كيلومتر 35 إلى تقاطع القرمة، وقد تم إعداد الكشوفات، وأعتقد يحال هذا المشروع إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا أستاذ، جهودكم مباركة. شكرا، الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم. لا ننسى دور المرور في التعاون مع المديرية في القطع المروري وكذلك تنظيم السير عند العمل، وشكرا لقناة الأنبار الفضائية الرائدة في هذا المجال لتغطية الأحداث التي والأعمال التي تقوم بها مديرية طرق وجسور الأنبار. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. أعزائي المشاهدين الكرام، نشكر الأستاذ مهدي مدير دائرة طرق وجسور الأنبار على هذا التوضيح وهذه الكلمة. تواصل ويانا. أعزائي المشاهدين الكرام، نحن حاليا وسط مدينة رمادي وتحديدا شارع 60 لرصد المخالفات المرورية عكس الاتجاه، ونلتقي مع عقيد المرور صباح آمر الوجبة الصباحي. أهلا وسهلا بك سيد. أهلا مرحبا سيد. بخصوص المخالفات المرورية، للأسف في الآونة الأخيرة كثرت عندنا المخالفات المرورية وخاصة عكس الاتجاه، نتعرض للأسف لانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي أنه رجال مرور مدى يضعون حد لهذه المخالفات. دوركم قاطع مرور رمادي. أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أخ هيثم، عندي حقيقة شفت بعيني كسعة 10-60 وقفنا الدوريات على الصفحة ونشوف عدة مخالفات. أنا هذا اليوم صباح هذا اليوم بعد الساعة 9 من انتهاء من زخم المرور في الجامعات وجهت شارع 60، رصدت ما يقارب 10 مخالفات مرورية، منها رون سايد، أكثر رون سايد، يعني السواق بدأ يستخدمون الشارع صورة صحيحة، يستغرب أقرب فرصة له يدخل رون سايد اعتبار رقيبا موجود، ولكن خلينا نعرف السائق بأنه الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، وهذه اللي تؤدي لحوادث مرورية حقيقة مميتة في الرمادي.
وحصل ذاك اليوم في يوم الأربعاء الماضي. نعم نعم، هو عبر خمس خطوات بس، خمس خطوات على الرون سايت كذا العائلة خلاص. يعني أخوان السواق بيهم يستخدمون شوارع بصورة صحيحة، شوارع نظامية، شوارع حلوة نظيفة مرتبة، على السائق يستخدمون بصورة صحيحة. احنا حقيقة نفرض غرامات مرورية كلش كثيفة على العكس السير، أكثرهم نحسب القاطع يعني ونقسموا طعم غرامة فورية، قسم عندهم ما عندهم أرقام ذلك الشمالية، أما عند رقم وصولي فنطلع على وصل مباشرة ونطلع وصل بيده، ولكن أكثر السواق بيتعظون. اليوم في حالة من الحالات أحد السواق إذا طلع وصل قال لي باقي صار وصل عكس السير. وأكو يعني ملاحظة عفوا، السائق المخالف من تسوق في يعني دي بكلام ماذا المعتادين عليه. نعم. احنا رجال مرور. نعم. انا بالرمادي واحنا. نعم. مو مثل عذر ويا يعني جدا. عذر العذر يعني ما يتناسب ويا المخالفه، المفروض. نعم. انه العذر مالته يكون ولو ما له عذر يعني. نعم. بالبل. ولكن العذر مالته ما يقول انه بيهم الرمادي ما بيها قانون. تريد رمادي يصير بيها قانون، هذا هذا الكلام غير صحيح للاسف، مردود على صاحبه. صار السنه يقول تضبطوه هسه تضبط هسه، او يقول والله انا والله ما اندل، هو من رمادي يقول ما اندل او ما طبها الشارع. طيب انت روح لندن، الشارع هو يقرأ مساره، هذا ذهاب هذا اياب، شلون انت مندل مسار ماك صحيح؟ لكن لا دام يقوم بالخطا. احنا حقيقه بمرصاد الرون سايد، الحمل العالي، المخالفات الاخرى دائما احنا بمرصاد لها، وحقيقه غرامات مرورية مستمره. يعني انا ذاك اليوم قلت للسيد امر قاطع قال 1200 قرار حكم قطعنا شهر واحد، يعني هل بتي سيارة كاسة وصل غرامة زين. سيدي عفوا، ليش يعني مثلا مخالفة أخرى يعني وفق القانون طبعا يعني عكس اتجاه يعني فرض غرامة، يعني فقط أنتم محددين بغرامة أم يعني حتى المواطن يكون على علم، أم حجز المركبة؟ احنا نقدر نحجز المركبة، ولكن نطلع غرامة مرورية هو وفق القانون المادة 27 من قانون المرور العام، المرور مادة 86 ثانية. نعم. دي غرامة المرورية، نعطي الغرامة مباشرة، قسم الناس أصعب من القاطع خليه يدفع مباشرة، أو أما تبقى آجل. نعم آجل يضاعف عليه. وأنا أكثر الأحيان أشوفه مع أنهم سائق مستوهم بالحال، يعني فأخذ القاطع وأخليه عند الأخ ضابط غرامات يطلع وصل مباشرة، إذا ما يدفع ثانية دي مباشرة تبقى السيارة محجوزة داخل القاطع. نعم. رسالة سيد توجه حضرتك سائق المركبات في مدينة رمادي. نعم. أو عموم محافظة. نعم أخوان، سواق المركبات في عموم محافظة أنبار يجب تقيد بقواعد السير وقواعد المرور تطبيقها بحذافيرها. أولا هو قدر سبحانه وتعالى بعد كل شيء، ولكن تحميك من قدرات، وتحميك أيضا من أنت راح تسبب حادث مروري تقتل عائلة أو تدس تعمل سيارة أو تدس شخص معين، ما راح تحملك منه سجن وكذلك غرامة. وإحنا أيضا مناطق عشائرية راح نرفع لك غرامة عشائرية كل شيء يكسر ظهرك، يعني ليش تأذي نفسك تأذي الآخرين؟ فاتق الله وأنت في الشارع. شكرا سيد. أشكرك أشكرك. أعزائي المشاهدين الكرام، نشكر عقيل الصباح على هذا التوضيح. للأسف مثل ما ذكرت قبل قليل، المخالفات المرورية في عموم المحافظة طبعا خاصة عكس الاتجاه، سائق المركبات ما نقول الكل ولكن بعض سائق المركبات ما يتعظون، رغم أنه فرض غرامات بحق المخالفين، مفارز المرورية منتشرة، ولكن لا يوجد اتعاظ من قبل بعض سائق المركبات. مع هذا أنه توجد انتقادات من بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مفارزنا المرورية. من ننشر مقطع فيديو لأحد الحوادث المرورية اللي تقع داخل حدود المحافظة عموما، يبدأ التعليق ضد المفارز المرورية وكأنه رجل المرور هو الذي تسبب في وقوع الحادث. يعني حوادث ليست بالقليلة، منها حوادث فيها إصابات ووفيات. الأسبوع الماضي حصل حادث في بوابة رمادي، مدخل بوابة رمادي، سائق كيا دخل عكس الاتجاه، اصطدم مركبة ثانية صالون الانترا، تسبب في مقتل امرأة وإصابة السائق والامرأة الثانية. للأسف يعني مواطننا الكريم أو السائق الكريم
مدى يتحمل المسؤولية. يعني مجرد المقعد المركبة الستيرن ماسكه بإيده وخلاص يمشي يخالف يعني برود أعصاب من استوقفه أو مفارز المرور يستوقفوه، يبدي يعني خلينا نقول بعضهم كلام إنه قانون برمادي، ما تدون قانون برمادي أو ميسر قانون برمادي. هذا الكلام يعني مردود على صاحبه وكلام لا يمت لثقافة ابن الرمادي وابن الأنبار بصلة. يعني ما أعرف يعني مواطن الأنباري من يسافر محافظات أخرى يلتزم وداخل المحافظة يخالف كأنه ما يحب القانون. احنا نريد تطور وثقافة المجتمع، نريد إنشاء مجتمع مثقف كل النواحي مو بس بالثقافة المرورية. يعني تعاون مع رجال المرور، تعاون مع رجال الشرطة، الطوارئ، الجيش، مع البلدية، مع الكهرباء، كل الدوائر. القانون هو حماية المواطن أولا وآخرا. بدون قانون سوف تعمل فوضى، ونحن خرجنا من أزمة كمحافظة أنبار، أزمة تعرفوها أزمة داعش. فلا يعني يجب أنه نتعاون، نتقدم خطوة للأمام. إذا بقينا بهذه الثقافة الرجعية ما راح نتقدم نهائيا أي خطوة للأمام. يعني ثقافة تعاون مع دوائر الدولة بصورة عامة لكي نرتقي، ما أقول نصير مثل أوروبا غيرها. أقليم كردستان خير مثال، أريد نصير مثل أقليم كردستان. شلون نصير إذا ما نتعاون كدوائر كمواطنين؟ المواطن هو أساس القانون وأساس النظام، وأساس إذا مواطن ما يتعاون ما راح يصير لا قانون ولا نظام. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصل معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع أحد سائقين المركبات المخالفة عكس الاتجاه على شارع 60. أهلا وسهلا بك أخي. أخوي العزيز. اسم حضرتك؟ محمد وليد. محمد، ليش عكس الاتجاه؟ والله بسبب عدم وجود اللافتات الانتباه والتحذير. قصدك علامات؟ إي نعم. زين، انت ما تعرف يعني عكس اتجاه، تلاحظ المركبات بوجهك يعني؟ صحيح نعم. بس وين بيتكم؟ انت بالمنطقه؟ اي نعم، بالملعب. يعني هذا مبين شارع 60، هذا ذهاب باتجاه الجامعه جسر القاسم. صحيح. هي يعني انصح السائقين مركبات بعدم مخالفه طرق السير والالتزام بالقانون، لان القانون حلو حقيقه. انت عندك اجازه؟ اي نعم. زين، من اخذت الاجازه يعني ما يعني تعلمت انه شلون تقود المركبه ما تخالف؟ نعم صحيح، هذا كله صحيح. زين، الاسبوع الماضي صار حادث بوابه رمادي. سمعت به؟ نعم. سياره جت رون سايد، سياره بالمسار الصحيح وتقع راس براس. زين، سبب هم الوفاه. مواقع التواصل الاجتماعي تلاحظها، وخاصة فيسبوك، اكو يعني من ننشر اي حادث يصير بعموم المحافظة رمادي او غيرها، يبدي الكلام والانتقاد والعتب على رجال المرور. والله مو على رجال المرور، لان رجال المرور مو لازم على كل فلكة مزروعين، لازم يعني الناس مو يعني مو غشمة، يعني ما تعرف المسار الصحيح من المخالفات. يعني القانون متضح يعني بشكل عام للناس كليتها، وهاي السبب مو من رجال المرور، لا من الأخير. زين، سؤال، شمس حارة وجو حار. زين، يعني حضرتك مسافر الشمال خارج العراق؟ انا كنت بعمان وباربيل. زين،
احكينا عن الطرق هنا. اقوى قانون المرور يعني بشكل عام، اقوى حتى من الامن او العام بشكل عام، المرور اقوى شيء. نعم. تطبيق القانون وش والتطبيق القانون ماله يعني حد عدل. اي نعم. ليش يعني حضرتك هناك تخالف؟ لا. ليش تخالف الرمادي؟ والله الرمادي هي كلها مخالفه يعني بشكل عام، بسبب الاهالي، بسبب الشعب يعني اهل اي نعم. يعني ماكو ارشادات من اهالي المنطقه، كل طب رون سايد قبل اطلع رون سايد عاديه صارت يعني بشكل عام عاديه. بسبب مو قله رجال مرور، يعني قلت لك تفضلت عليك قبل شويه، مو لازم كل فلكه مزروع رجل مرور، لا لازم هو من الاهالي. المشكلة يعني للأسف مجتمعنا الأنبار، أنا حكيت قبل شوية وضحت دائما نتكلم هالموضوع هذا، هو اللي ينتقد يعني سواء بالفيس أو غير الفيس أو حتى ينتقد بجلسة يعني بديوان بجلسة عشائرية، اللحظة هو اللي يخالف. يعني شلون يقول بالمعنى بالعامية علم على الصلاة ما يصلي؟ عندنا بالعاميه، فهم ينتقدون وهم نفسهم يخالفون. زين انا من انتقد لازم اول يعني شلون الشاعر يقول لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. يعني انت لازم تلتزم يلا تنتقد، انت مو مخالف وتنتقد، انتقد نفسك اولا. صحيح والله، هو هذا صحيح. شو تقول يعني المجتمع الأنبار، انت هسه مخالف، احنا كرجال مرور احنا ما نريد يعني نفرض القانون بالإكراه، احنا هذا قانون مفروض علي وعليك وعلى المجتمع بصورة عامة، ولكن نريد المواطن يحب القانون هو يتعاون. المواطن انا بدل ما يعني هسه تمفارزنا وصورناك عكس الاتجاه، نريدك انت تمنع العكس الاتجاه، انت من ابن عمك قرايبك يمشي عكس اتجاه انت تنصحه، انت توضح له تقول له مخالفه، احنا الرمادي شلون راح تنبني، الانبار شلون راح تنبني؟ لا مو على ثقافه وتوعيه، لا ما تنبني. وهذا اللي نريده احنا، نريد ثقافه مجتمع. احنا هسه مركبتك او الاخوه اللي مسكناهم عكس اتجاه نفرض عليهم قانون حجز او غرامه ماليه وخلاص، هذا اللي نقدر عليه، وبعدها شنو؟ هم ترجع نفس المخالفه. فاحنا نريد ثقافه، نريد مجتمع يثقف. يعني دا يلاحظ هسه مجتمع الانباري فيسبوك دا ينشر، ناس تنشر واحنا دا ننشر على موقع المديريه الرسمي هاي الحوادث بالرماد وغيرها، حتى ببقيه بغداد او بقيه المحافظات الجنوبيه دا ننشرها احنا. الغايه ليش ننشرها؟ للناس تبدا تخاف، تاخذ توعيه مروريه، تعرف شنو نتائج العكس اتجاه وغيرها. يعني سائق المركب احنا ما نريده بس يسوق مركبته ومشغل تبريد ومسجل وخلاص، لا نريده يلتزم ويعرف شنو المسؤوليه اللي تقع عليه. يعني انت هاي مركبه تنقلك من بيتك لدوامك للسوق المريض ما اعرف شنو، لكن فائده بها لك وللمجتمع، ولكن هاي المركبه بلحظه تتحول الى سلاح قاتل او اله قاتله او مركبه قاتله تقتل الناس الابرياء. شلون تتحول هيجي من السائق ما يلتزم تعليمات وارشادات المرور، تتحول من مركب الفائده الى مركب القتل، وهذا الشيء احنا ما نريده. لا لا ان شاء الله. رساله اريدك توجهها. والله رسالتي انت هسه بكونك بس تفضل وياي، يعني بكونك انه مسافر للخارج عمال، يعني شمال اغلبها مسافره، لكن عمان او يعني ما نقدر حضرتك انت واللي مسافر للخارج. هسه قبل شويه اني ابو البيكاب عكس الاتجاه ايضا قال انا مسافر تركيا وشايف القانون زين، انت من انت والاخرين المسافرين للشمال او ليش ما كل واحد يختبس له فد شيء قانون يجيبه للمحافظه يفيد بالنفس، ينقله من تركيا من عمان من الشمال ويزرع بالرمادي او بالانبار؟ والله بسبب قله الثقافه توعيه، يعني ما شلون
ما يريد هو يكون يعني يد عامل للتطور والتوعية بالمحافظة هاي، هيك شيء أنا ما ينقلها. أنا يعني أفسرها تفسير إنه مع احترام إلى كل الآخرين يعني المخالفين، يعني ماكو حرص على المدينة، على الرمادي، على المحافظة. يعني أنا من أكون حريص على محافظتي، من أشوف عمود الإنارة يندعم أو أحد الأشخاص يؤدي ضرر إليه أو يكسر المصباح مالته، أنا أتألم على عمود الإنارة. هذا مو لي ولك، للمجتمع كله. من ألاحظ أنه مواطن يرمي النفايات بمركبة دا يمشي ويرمي الورقة أو جيجارة مالته يشمرها بالشارع أو قطعة البيبسي، أنا أتألم. يعني بدول الخارج ما يسوون، يعني خارج المحافظة يعني بشكل عام ما يسوون اللي يسوونه بالمحافظة. يعني مخالفات لا خارج الأنبار يعني مسطرة تلقى، بس داخل يعني ما أدري، يعني يجوز قانون يرعب هناك يا هنا أنا لا، هنا أنا عدم التزام ومخالفات يعني عادية، هناك لا قانون صحيح. أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المرور المجتمع وقناة الأنبار الفضائية. محدثكم عقيد المرور هيثم حسين والمصور المبدع أحمد الجنابي ومفوض المرور لؤي محمد علي. سنتواصل معكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.